هاو از ذا كات؟ ذا كات از فيلين باد. رديتو لمولاتو، مش رديتو لمولاتو، عاود خديت فلوسي، ما بقاش عندي داك المش خويا. ما صراحة الله ما مش ما تاوز هذاك صح. ديما مريض، النهار جبتو انا مريض، من النهار جبتو انا كنخسر عليه في الفلوس. المشى صاحبي، المشى صاحبي كيشم هي الصباط كيمرض، يشم ليك هي رجليك كيمرض. وحق الرب المعبود، شي حاجة الحماق. علاش علاش اختي تيمرض؟ تيمرض تيمرض المشى اختي. 3 ايام اللي دوز اللي دوزها الاخر كاع في حياته كامله اختي. ملي جبته انا ديما مريض، ديما تخسر عليه في الفلوس. عاد زيد الحاجه اللي البارح، المهم مع الناس اللي شدينا من عندهم هذاك المش، هضرت بواحد الاسلوب اللي ما عجبنيش صافي. جوج الحوايج دابا هما، دابا هو شوف المش مرض واحد المرضه خايبه، حنا دينا نديرو ليه واحد اللعيبه كيقولوا لها الفيغ ميفيج، ديناه لواحد الكلينيك هنا في مراكش. هذاك الكلينيك اللي ديناه ليه في مراكش هو اللي وصفنا، قالت لينا سيروا ديو لهذاك الكلينيك. دينا لذاك الكلينيك، ضربوا واحد الفيروس، داك الفيروس ضربوا في ودني ولا فيه شي حاجه في ودني. ملي قلنا لها هذا قالت لك انت راه الكلينيك هو اللي، الكلينيك اللي ديتوه ليه راه هو اللي خدا فيه داك المرض. المهم قلنا لها دابا شنو نديرو، بدات تقول لنا هاد الدويه اللي تشري واش ديروا ليه. السيد تزاد عليه الحال، ملي تزاد عليه الحال قالت لك اودي صيفطوا لي المش انا غادي نتكلف به. صيفطنا ليها المش ولينا في واحد الاتهامات ديال السيدة كتبيع عليا المش وكتهضر معايا، انتوما اللي درتو ليه هاد الشيء، انتوما اللي وصلتو ليه. اختي انا داك المش بغيت ناكلو كاع، انت مالك؟ المهم وصلنا لواحد المستوى ديال الهضره اللي ما لايقاش. يعني قلت لها شوفي جوج الحوايج، غتعطيني مشي ولا غتعطيني فلوسي، لا ثالثة انا هما. صافي هاديك هي قالت لي اوكي انا غادي نرد لك فلوسك وصافي. صافي رجعت لي فلوسي، خدات داك المش. حيت انا قالت لي البارح هضرنا على قضية المش، قالت لي شوف، قالت لي هاد الحالة هذا. قلت لها وانت قلتي لي راه بين ما الكلينيك هذاك الفيتيرينير هو اللي سبب المش توصل ليه هاد الحالة هادي. قالت لي لا، مرتك هي سبب المش توصل لهذيك الحاله ماشي سميتو. حيت انا ملي قالت لي بعد داك النهار ملي قالت لي على سميتو، قلت لها انا غادي نتابعو قضائيا. قلت لها انا المش شاري بزباله الفلوس ويخرج ليا عليه لانه هو ما عندوش هيجين في هذاك الكلينيك اللي حال. قلت لها انا غنتابعو قضائيا. وملي سمعت قضائيا وهي اللي مسجسي علينا، ولات ردت لي اللوم على مرتي. الطبر عيش هذا اختي، احنا هذا المش ما عندنا ما نديرو به. ومش من النهار جبتو هو مريض، من النهار جبتو هو مريض. ما كيشم غي غيشم غيشم الصباط يعطيك اللي كيقلل شي يديه ورجليه. مالو راه مرض على غير تا مرض تنعرفو شنو شي صباط رجليك. واش حنا كاع معفنين لهاد الدرجه خصنا نديرو التعقيم؟ قالت لك حكا لا المش راه فخاجي. ويلي على فراجي، مالو كلينيكس وانت غاسل رجليك؟ والله الا رجلينا مغسولين اقسم بالله. خوت راه شي حاجه تضحك، تيشم الرجل، تيشم رجل شي واحد كيطيح صافي مرض. مالو شم رجل حشومه حتى المعاوده. كان عندي واحد مسعود وحق الرب المعبود الى الحياه السعيده مع داك المش. هذا المشاش ديال كيلي ويلي تا هما. قال لي انا المش كل المش كل مره نخسر عليه انا، وكل مره مرض تنخسر عليه فيها 500 درهم صافا با. نو انا كون رجلي انا مساويه 500 درهم، السبر ديال اللي لابسها مساويه 500 درهم، نو غنبقى نخسرها عليه وما تخسرها على بنتي. والله كان عندي مسعود تيشمس لا ما يشم الصر، داز مثلا شي قادو في شمو طاح تبشقل اليد غادي نشوفو ديري تنعرفو شنو شي حاجه. خصو يعيش هذا، خصك تعيشو في شي غرفه معقمه باش المشي ديالك ما يمرضش. كل نهار اقسم بالله العلي العظيم الا سهرت الليل بسبابو، والله الا سهرني الليالي انا بحال ولد عيك ويك ويك ويك. دق 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 فين غاديين؟ غاديين عند الفيتيرينير. دق 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 فين غاديين؟ غاديين عند ياك شي باس ما كاين لوبي، ياك شي باس ما كاين، ياك مال بنت لا المش حشومه والله الا حشومه.
دق 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 فين غادي ياك شي بسمه كاين الوحدات اللي مقرب لها الدنيا والله الا غير حق الرب لا شحال مره في الليل تيطيح لينا مريض في الليل مالو واش عليه الطو تجي الوالده مسكينه ياك شي بسمه كايناش واقع نتجاوب داك الليل المش المش امي المش والله خويا كاع اللي مش هذا خطط لي يا رزق واخا ردات لي رزقي وراه بالخساره والله الا الخساره بالله خسرت الفلوس نيت كون غير تيبيض شي بس وكون غير اخويا داك سمير هذا المشهد شي الفلوس اللي خسرت عليه وكون غير زعما غنستافد منه شي حاجه حنا شبنا مش نقي زوين غاصي هو لا راس الوحيده في داك اللون اللي كاين في المغرب إيه. ولكن اخويا وظف ماني انا اخويا الشامي داك الفلوس اللي خسروا نيت على بنتي وبنتي مثلا والله القسم لا بنتي تتقم عليا في الشهر خص منه هو وبنتي ما كتمرضش هذاك الشيء راه قلت لكم كل شوف راه من شحال دابا راه شهر والصفر راه ما كايناش السيمانه اللي ما كنمشوش للكلينيك هز المش ديه للكلينيك هز المش ديه ليه الدواء والدويه ديال هذاك الزمر غاليين وراه عرفتي راه ما كاينه غير 4000 ريال 100 درهم والله حنا ردوه كاع والله اخويا انا تنهضر معكم اقسم بالله تنهضر معكم بس مالنا حنا كاع مالنا على هاد الحال هادي مالو اخويا راه مش ملي تهضر مع السيده تقول لك لا راه مش اكسبسيونيل لا راه مش فخاجي وكلينيكس هو لا راه مش فخاجي لا راه مش اكسبسيونيل لا انا جاي يحقق احلامو علي على ظهري واش غدوز فاكونس في المغرب على حسابك والله اختي لطيفه على هادشي اللي قلتي والله الا جدوز فاكونس على حسابي واش انا باش لا تبدا علينا ولا وخاصكم تبقاو تسيقوا الدار وانا عندي 3 ايطاج واش انا 3 ايطاج على المراه غتبقى تسيقهم كل نهار السيده ما عندها خدمه ما عندها ردمه سيقوا الدار علاش حكا المش لا راه خص الارض ديما تكون نقيه سيقوا الدار ديروا هادي فعلوا هادي الماء جابير ما تتت بتتت وتقول جيبوا لي العود الله يرضى كثرت لها الطب جيبوا لي العود البارح انا قلت لها جوج الحوايج قلت لها عطيني فلوسي ولا رطي هاد الماركه عندك رطيها عندك انا كاع من نديرو حنا بهاد المشي هذا بقاو نخسروا عليها في رزقنا وصحتنا نسهروا لي انا بنتي وما كنت نسهر معاها لي يا ربي تسمح لي هاو الله خلا ولي العادي والله الا ولا ولي عادي ولي وليتي المشي انت تخسر عليه تخسر بداتي تقام عليك المشي ب 1000 درهم 2000 درهم لا ماشي ولي العادي كون ربيتيني انا فكر وكان عارف نقول بيهم والله اخويا شوف دابا شحال تقام المشي حنا نمشيو غير بحسابات تقام المشي ب 10000 درهم 10000 درهم باش تقام 10000 درهم كون دابا ولدت كون ولدت راك احسن كلينيك غادي دير عمليه ب 10000 درهم حنا شريناها ب 10000 درهم لي كوش وداك الشيء شحال غادي تطلع لك القضيه تقدر تطلع لك القضيه ب 1000 درهم في الشهر وراه خونا تيطيح عليا انا اكثر بعض المرات بالكلينيكات ديالو راه اكثر من 1000 درهم في الشهر وبعد هذاك بعدا ملي غادي تولد واحد ملي غادي تولد واحد ولي العهد غادي تربيه وغايدير شي حاجه في المستقبل وما هذا المش هذا غنخسروا عليه في رزقنا والو تيقول وتا يوم تيقولها وحق رب المعبود الخوت من نهار جبت هذاك المش هو غير جالس في ديره جبت لعب معاه جي بش 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 وديك بس 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 ودي اللي دوك اللعيبه تيلعب والو الصباح بالليل ما تيدير والو وما تيلعب ما واخويا بزاف والله العظيم وكون هي تيلعب ولا يدير شي حاجه ما تيدير والو ومن اللي تجيب من النهار جبتو هو شاد واحد الركنه بيعو الله خرض واش من بعدا كل شيء تبقرا بعدا بقرا تخلي لي عجل في العام ولكن العجل بغيت والحليب ديالها بغيت ندفعو وبغيت ناخذ نعمه سيدي العلف فابور وهذا راه والو هذا راه من النهار شريتو هو ودي واحد الشوفه ديما جي نلعبو ليه تتهز ليه يديه تتهزو تهز ليه اليد الاخرى نضرب ليه راسو هكا ما خلاك واش كانوا تيوكلوه شي حاجه ليه ولا منقول ما تقدر انا خويا زهري ما انا عارف وراه انا عارف انا زهري كيدير
ولا باش غادي ولا باش غادي يعرف باش مونغوليه مشتي بالمش ولا عنده شي تاخر مونطال والله ما تيلعب هذاك المشي بالكشيف بالكشيفه باش يلعب ومشى صاحبي عنده 3 شهور ما تيلعب ما والو شاري ب 10000 درهم تقول لي بش بش اجي والو تجيب لي الماكله او الماكله فيلم الماكله ياكل الحاجه ما يبقيش يعني. تعطيه الماكله دابا نفضو حطيت ليه البلا كلا منه هذا مشى نعس يجي لا خصك تحط ليه ماكله جديده ما ياكلش من ديك الماكله ما ينالبو ناقصو تعطيه ماكله جديده ما ياكلش هذيك ولا عطيتي الصباح الكروكيت في العشيه ما ياكلهمش عاود جيب ليه وكل شيء كي وداك الشيء كله غالي راه كون هي رخيص نعطيكم ثاني واحد اللعبه نعم سيدي الكفته ما تعطيهاش ليه لا خصك تخليها في الثلاجه 3 ايام وعاد تهز هذيك الكفته وتعطيه هي كلها واحد النهار ويطلع ليا الدم ونقول لمدام لا حطيها ليها اختي هاكاك هي كل هذيك الكفته هاكاك جبناها هي كل كلا هو يسخف ليا 3 ايام ويديرها جيت هضر معاه 3 ايام هو سخفان المش مالو كلا الكفته مال المش مالو كفته والله الا الكفته مرتها 3 ايام علاش لا خصك تحطها ليه ملي شي قلنا لها قلنا لها وات ها قالت لنا وات هابن تو ذا كات قلت لها راه كلا كفته ايتين كفته كفته يو نو كفته كفته قالت لك نو او ماي جاد نو كفته اه يو هاف تو بوت ات ان ذا فرايج فور 3 دايز فور 3 دايز دان هي ماي ايت كفته نو نو كفته نو نيفر نيفر واش هذا مش تعطيه الكفته يا والله امتي والله لا مال مش مالو كلا الكفته الزود ديو الكلينيك مالو كلا كفته الله يرد تشوينا بالله يلا الاخو تسمحوا لي يلا جعلنا واحد السيد ويشوفنا في البيرو وانت معاد نتلاقى اودي يلا الله يلا فكرتوني في هذه القصه هذه قتلت والله يلا بالضحك يا مال المش لا حكاك لا كفته يلا الله تالله.